كاتب اجتماعي سياسي. إيمانه بالقومية هو محور كتاباته والتقائه بالناس. نحاوره في الفن والسياسة للكشف عما وراء الفكرة وحدود الرؤية، فناً وسياسة. السلام عليكم ورحمة الله. تتواصل أحاديثنا حول الفن والسياسة، الفنون بأنواعها والسياسة باتجاهاتها المختلفة. في هذه الأمسية يسعدني جدا أن يكون ضيفنا دكتور عبد اللطيف البوني. مرحب بك على فن والسياسة. أهلا وسهلا. كاتب روائي، صاحب أدوات عديدة في الكتابة، وأستاذ في العديد من الجامعات، ولديك العديد من المؤلفات أيضا. إحنا اليوم بسعدنا جدا إنه نستضيفك ونستمع إلى آرائك حول الفن، فن الكتابة وآرائك السياسية. وأنا أكثر سعادة بوجودي معكم ومع مشاهدي قناة الشروق، ونتمنى أن نقدم حاجة مفيدة إن شاء الله. بروفيسور، أنت من مواليد الجزيرة، العوتة تحديدا، وتلقيت كل المراحل التعليمية هناك، تدريت بعد ذلك إلى جامعة الخرطوم. أريد أن أخذ المسيرة بتسلسل الطبيعي، يا ريت تكلمنا عن نشأتك في تلك المنطقة وخصوصيتها وما أضافته عليك فيما بعد. نعم، كما تفضلتي أنا نشأت في الجزيرة، والحمد لله ما زلت ساكن في الجزيرة في نفس المكان اللي ولدوني فيه وزلت عايش فيه الآن، يعني بعد ما أخذت لفة طويلة وجيت رجعت وقعدت فيها موجود. كل مرحلة التعليم العام كما تفضلتي كانت في الجزيرة وفي نفس المنطقة بتاعتي ذات، يعني العوت الأولية كاب الجداد المتوسطة والكاملين الثانوية، حتى بعد ذاك انتقلت إلى الجامعة. فتحت زي ما قلت لك عيني في الجزيرة، وفي حاجتين هنا ممكن أقول يقف عندهم. الجزيرة ذاتها، الجزيرة طبعا احنا لما فتحنا عينينا لقينا في تقريبا 54 55، طبعا ما عندنا شهادة ميلاد، حكاية شهادة التسنين للجيل ذاك شنو احنا شهادة التسنين بس واحد واحد ديت الحبيب اللي ما كان عندها طبعا تاريخ بتاع ميلاد وكده يعني. ففتحنا عينينا في 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 جزيرة، ولقينا مشروع الجزيرة موجود عمره 25 سنة في الوقت ذاك، لما وكان في أوجه كمان، نعم في قمته، في قمة عطاه، في في لكن بالنسبة لنا يعني ممكن تقول إحنا نشأنا في بيئة مصنوعة، لأنه كان عبارة عن مشروع حديث. يقول الإنجليزي عملوا القنوات ووزعوا الأراضي وعملوا دورة زراعية، وبيقول المزارعين مرتبطين بالدورة الزراعية. نحن نختلف عن بقية أنحاء السودان، نختلف عن الناس المدينة أنه نشأنا في بيئة زراعية، نختلف عن بيئة السودان الثانية، فأنه نشأنا في بيئة زراعية مصنوعة اللي فيها مشاريع حديثة. يعني الآن إحنا لما نسمع أخواننا بتاعنا الشمالية ويتكلم عن البلح ووقيف يطير وحاجة بالصورة زي دي ومع الطبيعة، نشعر بأنه كنا محرومين، ولا هن في كردفان أسير غزال في وقت، لكن ما جاءهم بعد ذاك سد مرة أيوة إن شاء الله. أي بعد نهضة صناعية كمان هيتيب عزلة الطبيعة، يعني في كردفان نتكلم عن الجيزان والغزلان، في البطان عن المسادير. إحنا لا، نشأنا في بيئة مضبوطة مصنوعة، دورة زراعية، محصول نقدي اللي هو القطن محصول أساسي، وهكذا يعني. وفي ضبط وربط شديد، نحن لقينا كل على الخويات حارة بعد ما طلعوا، لكن لقينا مفتش الإنجليز نكون راكبين مع أبواتنا وفي الحمير، أول ما يجي مفتش كله نزل في الوطن تحية له كده مثلا يعني. فيعني تربية بتكاد تكون عسكرية يعني، فما يعني ما تكون حلاوة الطبيعة. طيب المناهج الدراسية في ذلك الوقت، يعني يمكن يكون جيلكم من الأجيال المتميزة، تلقى التعليم من نوع خاص وكان رعاية حكومية بيلقاها كثيرة جدا. نعم. كيف كان شكل المناهج التعليمية؟ أيوة. أسلوب التعليم طبعاً فرقه من الآن. نعم، نحن برضو يعني كل مرة التعليم العام اللي هي قامت على الفكرة بتاعت الإنجليز اللي هو التعليم بقدر الحاجة، ما في تعليم مفتوح. احنا امتحنا من المرحلة الأولية للوسطى 650، أخذوا 40 فقط، 610 بعد ذلك يمشوا الشارع. فالأربعين الخدوم ده تربوي كبير جدا. أيوة. لا هم ما بتقول على فاقد تربوي، لأنهم أصلا كان التعليم تلقوه بسيط، بعد ذلك اللي بيشتغل ما كان في رغبة حتى في المواصلة يعني، بس المواصلة صعبة. فأنت بعد ذلك الأربعين طالب اللي أخذتهم ديل بعد ده بتتعهدهم بالرعاية وبتعاملوا معاملة يعني حاجات في بيوتهم ما بالقوة ذاتهم. دكتور عبد اللطيف، يعني كيف بيتم اختيار الأربعين ديل؟ بالامتحان؟
امتحان امتحان قدرات يعني اللي هو امتحان من الاوليه للوسطى يعني لا تكفي الرغبه فقط في هذه ايوه امتحان 600 ال 40 الاوائل معناه بالضروره يكونوا متفوقين لكن تعال شوفي بيحصل لهم شنو بعد ذاك بيتميزون تمييز معادي يعني السكن في الداخليه المواصلات الصابون حتى حق المواصلات لما تجي ما شاهلك بدك اياه وجبات مجانيه وجبات مجانيه طبعا هي وجبات يعني مش كده بل بيفصلوك من بيئتك خالص كنا بناكل الكسره والبتاع بنمشي هناك بناكل الرغيف والاكل في السفره يعني في تحديث يعني كانه ما تعليم لصناعه النخبه نحن والأجيال السابقة لنا ولحد الأجيال اللي بعدنا بخمسية أنفار فكان يعني التعليم ما كان حاجة عامة ما كان متاحة أنت بعد ما الخشوا الأربعين دي للمرحلة المتوسطة يمشوا بعدها لحد الجامعة وتحققت النقل الأكبر انتقالك للخرطوم أيوة لدخولك أي. فخليني أكلمك شوية في الحتة دي اللي هو لأنه مثلا الآن انفرطت والناس اعتبروا التعليم كالماء والهواء وإذا المفروض يتعلم وافتكر برضه سياسة كويسة لكن بتبقى على حساب الكيف الآن إحنا بنعيش في أحد التعليم الكمي مش في التعليم الكيفي كذلك التعليم ده كان مخطط أنه يطلع ناس موظفين في الدولة كويس وأوجد نخبة نخبة حقيقية الآن التعليم ما نخبوي التعليم مفتوح لكل الناس يعني لكن شوف أنت لما تأخذ أشطر ناس عندك في المنطقة وبعد ذاك تمشي بهم لما يجي ماشيين الثانوي يصفون لحد نصهم لما يجي ماشيين لحد الجامعة يصفون لحد نصهم فبقى أنت صنعت نخبة مفروض تكون بعد ذاك انعزلت عن بقية المجتمع في عوامل تانية اللي هي النشأة خلتنا نحن مرتبطين بمجتمعنا وهكذا لكن نفس التعليم ده لما طبق في الهند وفي في كل المستعمرات البريطانية أوجد نخبة حقيقية منفصلة انفصال كامل عن المجتمع بتاعها في السودان مثلا دي ما حصلت لعوامل تتعلق بالثقافة العربية الإسلامية السائدة في السودان يعني مهما علموك مهما دوك الداخلية تفضل هذه الثقافة أيوة الطاغية أيوة بتظل غيودة ماسكاك وبتظل أنت مرتبط بها بتاعتك فأنا ما أعرف أقدر أقول إحنا كنا محظوظين ولا غير محظوظين فأنه أتلغينا التعليم الكيفي العالي المستوى وبتركيز شديد وببحبحة شديدة يعني محظوظين إحنا طبعا لأنه خرجت لنا أجيال بهذه الكفاءة حارجعك تاني للنقلة اللي حصلت كمان بانتقالك لجامعة الخرطوم وكان أول خروج من الجزيرة كان أول خروج من الجزيرة طبعا الفرقة ما كانت كبيرة من الخرطوم والجزيرة من ناحية جغرافية لكن النقلة الحضارية بالنسبة لي كانت كبيرة أنا ما شفت الجامعة إلا لما دخلت أنا طالب يعني حتى كنت بجي مثلا جامعة وين المواصلات لحد من وصلتها كانت النقلة كبيرة فعل المجتمع كان مبهر يعني وحتى الرعاية كانت مستمرة إلى فترة الجامعة لا مش كمان مستمرة كمان دي بقت خمسة نجوم مش النقلة من حيث المناهج وكده طبعا لقينا التدريس باللغة الإنجليزية الحمد لله نحن قرينا الثانوي بالعربي عكس الناس اللي كانوا قبلنا الحاجة الثانية لقينا فيها يعني جامعة بتجمع كل أنحاء السودان يعني الناس المبرزين في كل السودان بتجي بتلقى نفسك معك واحد من طوكر أروم الفاشل زالينجي وهكذا معك في نفس إذا تحققت هنا التدخلات أيوة الثقافية أيوة التعليم المختلط برضه بالنسبة لك كان حاجة جديدة يعني يعني برضه كانت نقلة كبيرة فمن ناحية أكاديمية النقلة كانت كبيرة من ناحية ثقافية النقلة كانت كبيرة من ناحية اجتماعية النقلة كانت أكبر كمان ف يعني بدينا نتعرف على عالم جديد يعني بحق وحقيقة. طيب اختيارك لكلية الآداب جامعة الخرطوم تحديدا في ذلك الوقت هو انت تعرف يا أستاذة يعني نحن دائما ممكن نقول علينا تعلمنا بالصدفة في كل حاجة يعني ما زي الزمن ما كان بمحض ترتيب مسبق ما في تخطيط ولا مش كده بس حتى النجاح بتاعنا ذاته ما كان في تخطيط انت بتجري في الأولية اذا كنت ناجح بياخدوك في الوسطى بيشيط حيلك تنجح رجالك كده سامس فروسية كده يعني بالرغبة الطبيعية في التفوق انت بتمشي لكن انت بتقرأ يعني تبقى شنو ما بتكون عارفة لكن لما تنضج الفكرة بتصل